الحركة الذكية التي قام بها الدكتور برهم صالح رئيس جمهورية العراق كشفت عن المستور وكشفت عن ما كان يجري تحت الطاولات وخلقت تحديا من نوع جديد وخطير في مرحلة لا تتحمل تحديات من هذا النوع. ليس جديدا أن يحصل هذا، لأن هذا هو ديدن العملية السياسية منذ أن عرفناها من عام 2003 حتى هذه اللحظة. من الصعب أن تتم وأن يتوافق إلا على مصالحهم ومنافعهم الشخصية، لأن هذا البلد يبدو لا تحكمه قوانين بل تحكمه قوى في مقدمة أهدافها أن تحصل على ما ابتغاها، وتجير هذا باسم القانون وباسم النظام وباسم الاستحقاقات، بعد أن لوح السيد برهم صالح بالاستقالة عاد من جديد واحترقت كل الأسماء التي قدمت كبدائل عن رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، وهذا يعني في مقدمة ما يعني أن صوت الشعب والاحتجاجات والثوار ما زال عاليا وما زال هو الصوت الذي يسمع حتى هذه اللحظة. ولذلك يتوجب على الجميع أن يصلوا إلى قناعات مشتركة أن الحراك الموجود هو قوة حقيقية موجودة على الأرض، له تأثير وله تداعيات ممكن أن يأخذنا إلى مسارات قد لا تحمد عقباها، ومن يتجاهل هذا الصوت أو يجافيه أو يشعر بلحظة من اللحظات أنه أقوى منه فهو واهم. وهذا الذي نريد أن نتفق عليه وهذا الذي نريد أن نقر به. انتهى الزمن التي الأحزاب تتحكم، ويجب أن نؤمن بما كتبناه وبما قرأناه وبما صوتنا عليه أن الشعب هو مصدر السلطات. الصعقة الكهربائية التي أحدثها برهم صالح في جسد العملية السياسية، هل ستحييها أم أنها ستكون مدخلاً لصراعات أو مشاكل قد تكون نتائجها وتداعياتها غير محسوبة؟